السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين بس نفرق بين الداتا والانفورميشن. الداتا هي البيانات الخام، يعني عندك معلومة أو رقم معين بس مش قادر تستفيد منه وملوش أي معنى خالص. إنما الانفورميشن دي هي بعد ما حللت البيانات، يعني مثلا نظر مدرسة عنده مع أرقام معينة إحصائية، عدد الذكور، عدد الإناث، عدد المسلمين، عدد المسيحيين، عدد الناس اللي في المنطقة، بس لسه محللش المعلومات ديت بحيث يوصل مثلا عدد الفصول اللي هيبقى قد ايه، وهو محتاج قد ايه، مدرسه ممكن تستوعب قد ايه، يعني ما قدرش يحول الداتا دي لانفورميشن. دي حاجه مهمه جدا، ممكن يكون عندك كميه ضخمه جدا جدا من المعلومات بس مش قادر تطلع بقرار، مش قادر تاخد قرار. هتاخد قرار لما يكون عندك انفورميشن، يعني ممكن مثلا تكون عندك كاميرات مراقبه كتير وعمال تراقب كل حاجه واوا، بس المعلومات دي مش كافية ان انت تاخد قرار مثلا البنك يشتغل من الساعة كام لساعة كام. فاحنا في السمارت بيلدينج بيبقى عندنا في الاول داتا كرييشن، بنبدأ ننشئ المعلومات، وعندنا حاجات كتيرة مثلا في سنسور بيبدأ يجيب لي المعلومات بس مش قادر تستفاد منها. عندك سي سي تي في، كاميرات مراقبة، عندك اتش فاك، عندك اللي هي التكييف، عندك سوشيال ميديا، عندك سكادا انفيرومنت، عندك حاجات كتير اوي. ده كل ده داتا كرييشن. بعد كده بتدخل في الداتا مانجمنت، تبدأ بقى كل أصل تدخل كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجه وتبقى عارف الأصل ده موجود فين وإيه الصيانة بتاعته إيه. كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها بتدخلها في الأسيت وداتا أركايف، بتبدأ تخزن المواد دي وتقدر تعمل الكوست تكلفة، وممكن تدخل ملف البيم. بعد كده تبقى عندك سنس ميكنج من خلال الاناليتيك للمعلومات ديت، من خلال الداتا اناليسيز، من خلال الموديلنج. وبعد كده يبقى عندك قدرة على اتخاذ القرار من خلال اوتوميشن اوبتمايزيشن. تبدأ كل المعلومات ديت تاخد المعلومة بالظبط انت محتاج ايه بالظبط. لو الراجل عايز يعرف مثلا اي معلومة او اي حاجة يقدر ياخد قرار، يعني مثلا عايز يقول مثلا هندي شهر اجازة للموظفين لان مفيش شغل، عنده المعلومات، عنده القدرة على اتخاذ القرار بسبب ان المعلومات عنده منظمة. طول ما احنا ماشيين كل ما البيانات بتزداد قيمة وتصبح منظمة وتصبح تقدر تاخد منها قرار معين. وكل شوية ال decision making ده بيبقى فيه تحسينات، فالمشروع اللي بعد كده بنتعلم منه ونستفاد بحيث ان احنا نبقى عارفين ايه المعلومات اللي احنا هندخلها في الاول، او هندخل معلومات ازاي، مش كل شوية مثلا ندخل بقى نعمل ابديت وكده، يبقى فاهمين ايه اللي المفروض يندخله من اول مرحلة.